احنا اليوم جينا في اطار المنتدى الوطني للهيئه التنسيقيه الجهويه لمناهضه العنف ضد المراه، وفي نفس الاطار دونك باش نقوموا باعلان عن الدليل التوجيهي لفائده الهيئه التنسيقيه الجهويه لمناهضه العنف ضد المراه بمنوبة، وهذا اول اجتماع رابط لكافه الهيئات. دونك استدعينا ممثل عن كل هيئه تنسيقيه باش نعرضوا ايضا دونك واقع مشاركه المجتمع المدني في الهيئات التنسيقيه الجهويه لمناهضه العنف ضد المراه، كذلك باش نتطرقوا ايضا للصعوبات والعوائق والاقتراح الحلول والمقترحات وتدوينها في تقرير اختتامي. لما لا دونك باش نقوموا ب معناها باش نبعثوه للمرصد الوطني لمناهضه العنف ضد المراه، على خاطر فتح مش نخدم كل هيئة واحدة، على خاطر كل هيئة عندها خصوصيتها، عندها الأعضاء نتاعها، دونك سي امبورطون باش كل هيئة يكون عندها دليل إجرائي خاص بها. توا بدينا بمنوبة، هذايا كنموذج، والأكيد باش تستفيدوا بالدليل اللي قدمناه اليوم وباش نهزوه لهيئات أخرى. ما زلنا ما نعرفوش أنا هيئة، مي إن شاء الله بتيتر بيان يوغا معناها سيليانا و دوتر ريجيون، يعني كل من الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، منظمة دانر، والمندوبية الجهوية لوزارة المرأة والأسرة بمنوبة، والهيئة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة. بيان ايفيدامون بعد ما عملنا لهم دعم قدراتهم يوم 19-20 ماي حول الجيد هذايا، معناها طرق تسيير الهيئة الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمنوبة. اليوم ديجا حضروا معنا دي زيتيديون دي زيتيديون وقاعدين يشاركوا طلبة. في الديبا وطلبة قاعدين يشاركوا في النقاش ويطرحوا في الأسئلة. سي امبورطون معناها باش نقوموا بادماج الشباب في حملات تحسيسيه وتوعويه مناهضة العنف ضد المرأة للتصدي من هذه الآفة. هو اكيد صار ارتفاع في وتيرة العنف خصوصا بعد جائحة الكوفيد، معناها صار تكاثف وارتفاع في حالات العنف سواء العنف الزوجي او غيره، لو تو دو فيمينيسيد قتل النساء. دونك ديجا ريسامون معناها يا يو ان كاد فيمينيسيد ولا واحنا اوني اون تران توجور معناها نحاولوا ديما نوعيوا ونحسسوا للتصدي للظاهره هذه. اللقاء هذا دونك الاكيد دونك باش نقوموا بتعديل الجيد على ضوء المخرجات الورشه والمنتدى الوطني للهيئات التنسيقيه الجهويه لمناهضه العنف ضد المراه، وباش نقوموا باش نهزوه معنا باش نعملوا دعم قدرات هيئات تنسيقيه جهويه لمناهضه العنف ضد المراه في كافه الولايات الجمهوريه. حبينا نمليكيو اكثر معناها طلبه وشباب، كانت البادره من سيده مديره الصحافه وعلوم الاخبار سيده حميده البور المجهوله ضحيه في هذا الاطار.